أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة طور تيفي، وموضوع حلقتنا اليوم عن السمان. بداية تحية خاصة لأعضاء مجموعة دواجن الأحباب ولكل متابعي ومشاهدي قناتنا على اليوتيوب. شراء البيض أو تفقيصه يعد أقل كلفة من شراء الفراخ، على أنه يجب التأكد من مواصفات التجانس في الحجم والشكل واللون وصلبة القشرة، مع الحرص على عدم اقتنائها من الأسواق الأسبوعية لضمان الحصول على نسبة تفقيس عالية وطيور سليمة وآهلة. السمان ينضج جنسيا عند بلوغ 6 أسابيع تقريبا، حيث يبدأ في إنتاج البيض ويستمر لمدة تصل إلى 12 شهرا. تأخير الدخول في مرحلة البيض يمكن أمهات السمان من الحصول على بيض بأكبر حجم، وبالتالي فراخ أكثر نمو وحيوية، ولكن دون أن ننسى أن الدخول المتأخر نسبيا في مرحلة البيض يقلل من عدد البيض. هناك مجموعة من الظروف التي يجب توفرها حتى تكون تربية السمان تربية ناجحة. من هذه الظروف المناخية للمجانة نذكر الحرارة، فالسمان يحتاج إلى جو دافئ تتوفر فيه معدل حرارة ب 22 درجة، على أن انخفاض الحرارة يؤدي إلى تقلص إنتاج البيض وفقدان الذكور المقذورة على التزاوج، إلى جانب ارتفاع نسبة النفوق من جراء تكدس الفراخ على بعضها. التهوية هي كذلك من الظروف المناخية الضرورية، وهي تمكن من الحفاظ على انتظام الإنتاج وتفادي الأمراض، وخاصة منها المتعلقة بالجهاز التنفسي. تختلف مدة الإضاءة باختلاف مرحلة نمو فراخ السمان، فخلال الأسبوع الأول نحتاج إلى 24 ساعة في اليوم، في الأسبوع الثاني إلى الأسبوع الرابع نحتاج إلى مدة الإضاءة من غروب الشمس إلى 10 ليلا. أما بخصوص الأمهات فهي تحتاج الإضاءة من 16 إلى 18 ساعة في اليوم. تساعد الإضاءة في الأسابيع الأولى على استهلاك الأعلاف، ثم في مرحلة ثانية على إنتاج البيض، حيث تحتاج أمهات السمان إلى فترة إضاءة بحوالي 18 ساعة في اليوم، منها تقريبا 6 ساعات إضاءة بالمصابيح حسب طول فترة الإضاءة. أما بخصوص طرق التربية فنميز بين طريقتين مختلفتين، ولكل منهما مميزاتها. هناك التربية الأرضية والتربية في الأقفاص. بخصوص التربية الأرضية، توضع الفراخ داخل مباني أو مداجن تتوفر فيها عدة شروط لحماية السمان من العوامل الخارجية ولوقايته من الأمراض. يكون الموقع مطابقا لمواصفات انصصاب مباني الدواجن، وخاصة أن يكون بعيدا عن المداجن الأخرى والمناطق السكنية بمسافة لا تقل عن 500 متر يكون المبنى باتجاه الرياح السائدة من الشرق نحو الغرب. الأرضية يجب أن تفرش بطبقة من نشارة الخشب ما بين 10 إلى 15 سنتيمتر، مع احترام نسبة الكثافة المعتمدة لتربية السمان داخل المجانة، وذلك بتخصيص 50 طائر للمتر المربع، ومعلف لكل 250 طائر سمان، ومشرب لكل 300 إلى 500 طائر. إلى جانب مواصفات المبنى، يجب التأكد من نظافة ماء الشرب وتوفره بصفة مستمرة وكافية، كما ينصح بتخصيص ملحق للمبنى يحتوي على مكان لعزل الأفراد المشتبه في إصابتها بالمرض، وغرفة لخزن الأعلاف وأخرى لتجميع البيض. أما التربية في الأقفاص فهي تعتبر نظاما مكثفا بالمقارنة مع التربية الأرضية. يتم استعمال أقفاص خاصة بتربية السمان تتكون من 3 إلى 5 طوابق هي شبيهة في استعمالتها بأقفاص الدجاج. تحتوي الأقفاص المخصصة للبيض على معدل 9 إناث و3 ذكور، وتضع الأقفاص مجهزة بالمعالف والمشارب داخل المجانة، وبشكل يسمح بالقيام بعملية المراقبة والتنظيف وجمع البيض. تضع أنثى السمان الياباني من 140 إلى 170 بيضة في السنة، ويتراوح وزن البيض ما بين 10 إلى 15 جرام.
يتميز بيض السمان بألوانه المختلفة التي تميل إلى الأزرق والأبيض وبوجود بقع بنية أو سوداء. تضع إنة السمان في الأقفاص المعدة للبيض بعد حوالي 35 يوما من التفقيص، ويمكن الحصول على البيض المعد للتفريخ ابتداء من الأسبوع التاسع، أي ما يعادل 63 يوما من العمر. تمتد فترة البيض من 16 إلى 20 أسبوعا، ثم تتم عملية الخلع لتدني طاقة تفقيص البيض بعد تلك الفترة. أما بالنسبة للسمان المعد لإنتاج بيض الاستهلاك، فيمكن تمديد فترة الإنتاج إلى عمر 6 أو 8 أشهر. عملية تفريخ السمان من العمليات الدقيقة التي تتطلب عناية خاصة وتساهم في الحصول على نسب مرتفعة من التفقيس. هذه العملية تبدأ من جمع البيض إلى آخر عملية التحضين. يتم جمع البيض المعد للتفريخ مرتين إلى 3 مرات في اليوم، ويخزن مباشرة في درجة حرارة تصل إلى 13 درجة مئوية ونسبة رطوبة بحوالي 60%، على أن لا تزيد فترة التخزين عن 7 أيام حتى لا تنخفض نسبة التفريخ. يوضع البيض داخل أطباق حيث تكون القاعدة من الأعلى، ويتم استبعاد البيض المكسر والشاد من حيث الشكل والحجم. تدوم مدة حضن البيض داخل المفقس حوالي 17 يوما. خلال مرحلة التفقيس يتم الترفيع من نسبة الرطوبة داخل المفقس لتفادي التصاق الجنين بالقشرة، وبالتالي مساعدة الكتكوت على نقر البيضة، مع الحرص على المراقبة المستمرة لدرجات الحرارة، حيث يؤدي ارتفاعها أو انخفاضها أثناء عملية التفقيس إلى ظهور حالات من التشوهات عند صيصان السمان. تحريك البيض بصفة منتظمة كل ساعتين في المفارخ الآلية، على أن يمنع ذلك خلال الثلاثة أيام الأخيرة التي تسبق عملية التفقيس، باعتبارها فترة انتقالية يتغير فيها نظام التغذية والتنفس. أما بالنسبة للمفارخ العادية فيتم فيها تحريك البيض بطريقة يدوية 5 أو 7 مرات في اليوم. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة. شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.